ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قبل أن أمر إلى التصويت نذكر السادة والسيدة أعضاء المجلس بأن جميع المقترحات التي تناولناها في الجلسة الأولى لقد تم إدراجها فيما يخص برنامج عمل إلا نقطة واحدة وهي فيما يخص إعادة الهيكلة وقد تم نسيانها من طرف مكتب الدراسات والآن نمر إلى التصويت مباشرة. سوف نقوم بالتصويت على برنامج عمل. المصوتون بنعم 14. المصوتون بلا. شكرا جزيلا لكم. نشكركم مرة أخرى على حضوركم هذه الجلسة الثانية فيما يخص برنامج المصدقة على برنامج العمل. وقبل قبل النهاية نود أن نتلي بقية ولا إلى وجهتها علينا السيد. مطلقه للاصوات قبل للاعضاء النسبيه هي انه عدد الاعضاء اللي حضروا ولكن في الاخيره كتقول ويدون في محضر الجلسه بيان صوت لكل عضو. لذلك اطلب ان تسمحوا لي ان اتقدم ببيان عدم انه استعرض هذا الصوت في الجلسه الثانيه وانه غادي تعتمد بالاغلبيه النسبيه ولكن لا بالاغلبيه المطلقه. لا بالاغلبيه المطلقه في الجلسه الاولى اللي 16. لا حتى في الجلسه الثانيه اغلبيه مطلقه. لا ما كاينش. مطلقه للاصوات قبل للاعضاء. الاصوات النسبيه هي انه عدد الاعضاء اللي حضروا ولكن في الاخيره كتقول ويدون في محضر الجلسه بيان صوت لكل عضو. لذلك اطلب ان تسمحوا لي ان اتقدم ببيان عدم التصويت. اين يوجد هذا؟ يوجد في القانون وللرئيس انه هو الحق الحصري للرد على تدخلات. في القانون ماده 43 يقول القانون امامكم السيد الرئيس قرأوا الماده واذا كنا في حاله تساوي الاصوات. لا في حاله تساوي الاصوات في حاله تعادل الاصوات السيد الرئيس في حالة تساوي الأصوات نرجع لجهة الرئيس. المادة نفسها كاملين إذا كان عندنا وفي حالة تعادل الأصوات يرجع الجانب 30 يكون في الرئيس ياك ويدرج في اسمح لي وفينا لا كملت الجملة لا فصيلة ويدرج في محضر بيان تصويت الخاص بكل عضو. ما بغيتوش تعطيوها لنا غير دونوها في المحضر بأننا طالبنا بيان تصويت وما عطيتوهاش لنا ما عندناش مشكل. غير حنا ما بغيتوش تعطيو لينا نديرو بيان التصويت دونوها في المحضر بانني طلبتو تطبيق الفقره الاخيره من ماده 43 اللي كتقول بانه يدرج في محضر الجلسه بيان التصويت لكل عضو وما تخليش تكلم مع المشكل. اكيد صافي دير صافي. ولكن السيد الرئيس راه القانون راه ماشي تبقاو كيما تفسروا كيما بغيتوا راه بيان التصويت حقنا. ما المقصود بالبيان؟ بيان التصويت ان كل عضو عنده الحق يطلب كلمه
سواء من صوت بالإيجاب أو بالرفض، كيقول ها علاش حنايا صوتنا ولا حنايا كنقولوا ها علاش حنايا ما صوتناش. هذا بيان التصويت. هذا ما فعلتموه في الجلسة الأولى وبينتم ووضحتم لماذا لم تصوتوا على القناة. أما الآن نحن بصدد التصويت، سجل في الحضور، انتهى الأمر، عدد الأصوات فلان فلان بالله انتهى الأمر. هذا فعلته في الجلسة الأولى يا سي محمد. طبعا هذه المادة أنا قرأتها، فسرها أنت إلا فسرها لنا. الصبي المبصر انت ما بغيتش ندخلوا في المسائل. الصبي المبصر انت ما بغيتش ندخلوا في المسائل. دولة في المحضر بقيت ولا الى صاحب جلاله محمد السادس نصره الله. تفضل السيد ايوب. بقيت ولا واخلاص مطاع الى السلطه العليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله. السلام على المقام العلي بالله وليس حتى بمناسبة اجتماع المجلس الجماعي لبوعك في إطار دورته العادية لشهر فبراير 2023 في إطار جلسته الثانية، يتشرف رئيس المجلس الجماعي لبوعك أصالت عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الجماعي ورعاياكم الأوفياء سكان جماعة بوعك أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أصدق عبارة الطاعة والولاء وأسمى آيات الإخلاص والوفاء، مواصلين السير وراءكم في الرقي بمغربنا الحبيب، بديلنا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على وحدتنا الترابية والدفاع عن مقدستنا الثابتة. أدام الله مولانا المنصور لديه حقق على يدكم ما يصبر إليه شعبكم من رفعة وتقديم، وأقر عينكم بولي عهدكم الأمير مولاي الحسن والسمو السعيد الأمير مولاي راشد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. فرد بالوعي يومه الاثنين 14 شعبان 1444 هجرية الموافق 6 مارس 2023 قديم الأحداث الشريفة رئيس جماعة وعد عبد الواحد الشتري. شكرا رفع شكرا مرة أخرى لجميع أعضاء الذين حضروا، شكرا جزيلا.